الحراك الاهلاوي هاليومين واضح، يعني واضح للعيان. طبعا مش بالضروره تكون النتيجه المباراه الجايه الاهلي يفوز يعني، بس خلينا نحضر الاهلاويين بس من الحين، لانه في اقبال على التذاكر بشكل كبير. ممكن تكون نتيجته فوز، ممكن تكون نتيجته خساره، فعشان ما تجي الصدمه صحيح. أي يعني خلهم كذا واقعيين وواعيين للي جاي. ماسك اليوم مثلا تو، اي يعني انت ما تقدر تبني في يوم، لكن تقدر تهد في يوم ان شاء الله يفوز. اي بس اقول لك تقدر تهد في يوم، بس ما تقدر تبني في يوم، يبغى لك وقت عشان تبني. واللي ينهد شيء كبير. تفضل. الاهلي اليوم رئيسهم المكلف وليد عبد الرزاق معاذ، يعني تصريح مكتوب او نصي اليوم خرج على موقع النادي الاهلي مكتوب كلمات، يعني ان كان الرجل يعني ما فيها فان شاء الله الاهلي بخير. ان كان الرجل صادقا فيما كتب ويعي تماما ما كتب فباذن الله ان الاهلي بخير. يعني اموره متوجهه الى خير، مش بخير، متوجهه الى خير، لانه يقول تعرض النادي الأهلي لاختبارات عديدة وتحديات صعبة على مدار تاريخه وتجاوزها ولله الحمد، واليوم النادي أمام اختبار غير مسبوق عبر تاريخه. ومن المعلوم والثابت بأن مسيرة هذا النادي العريق لا تعتمد فقط على أي من محبي النادي منفردا ولا على البعض منا، ولكن علينا جميعا، علينا أن نمضي قدما بشكل عاجل، لأن أمامنا الكثير لنفعله في هذا الموسم الحافل بالتحديات. أمامنا الكثير لإصلاحه، والكثير لاستعادته، والكثير لبنائه، والكثير نستفيد منه. لم يسبق في تاريخ نادينا أن واجه وقتا أكثر صعوبة من هذا الوقت الذي نحن فيه الآن. إن التغلب على هذه التحديات واستعادة الروح يتطلب أكثر من مجرد كلمات قد تكتب، وبإذن الله تعالى وبالتفاف جماهير النادي الغالية يمكننا تصحيح المسار والعودة بالنادي لمكانه الطبيعي. لكل من دعم أو ابتهج بقرار تكليفي، إنني ممتن لما وضعتموه في شخصي المتواضع من ثقة، ولكل شخص أشفق عليه من تحمل هذه المسؤولية الصعبة في هذا التوقيت الحرج. أشكر لكم مشاعركم النبيلة، وأتمنى أن يكون في عملي في المرحلة القادمة ما يشفع لي ويبقى الجميع بدون ويبقى الجميع بدون تميز جزءا من الأسرة الأهلوية، وله عندي نفس درجة التقدير والمحبة. أعد الجميع بأنني سأعطي كل مجهود أقدر عليه خلال هذه الفترة الانتقالية الغير مسبوقة، وسوف يجد الجميع عندي بدون استثناء أو تفرق التقدير والتعاون فيما يخدم الصالح العام للنادي الأهلي. المرجعية قبل كل شيء هي مخافة الله سبحانه وتعالى والمنهجية التي تحقق مصلحة الكيان. كل رأي ونصيحة قيمة ومفيدة سوف تجد أذنا صاغية أبواب النادي، ويسبق ذلك قلوبنا مفتوحة لكافة جماهير النادي الأهلي وكل من خدم النادي في المراحل السابقة وأعضاء الجمعية العمومية بمختلف فئاتهم. يبقى النادي الأهلي أحد أهم أركان الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية. القادم أجمل بمشيئة الله. أخوكم وليد عبد الرزاق معاذ. أفلح إن صدق. والله جميل.